الأندلس حتى لا ننسى. ملامح من التاريخ المشترك بين المغرب والأندلس مع الدكتور محمد بن عبود. تنسيق فاطمة حسن. تسجيل وتوضيب محمد الغربي. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الأندلس حتى لا ننسى، ملامح من التاريخ المشترك بين المغرب والأندلس. سننتقل إلى وجود الأندلس في المغرب وتحديدا في مدينة تطوان العتيقة. فتأثير الأندلس في تطوان كان قويا جدا، يعني يمكن أن نتحدث عن الأندلس في الضفة الجنوبية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط في المغرب العربي وفي تطوان تحديدا. وجود الأندلس كان مهما بعد 1992، يعني وهو تاريخ احتلال غرناطة وبداية هجرة الأندلسيين إلى المغرب بعد طردهم من طرف الملك فرناندو والملكة إيزابيلا. أريد أن أعبر عن فكرة استمرارية التأثير الأندلسي في المغرب منذ ذلك التاريخ، لأن الأندلس ظلت حية من خلال هجرة الأندلسيين الذين هاجروا ثم استقروا في المغرب العربي وبما في ذلك مدينة تطوان. إذن فكرة الهجرة والاستقرار مهمة جدا. فمثلا العلوم الأندلسية والفنون التقليدية الأندلسية تطورت في هذه المنطقة بعد القضاء على الكيان السياسي الأندلسي في الجزيرة الإيبيرية. فيما يخص تطوان، لقد تطرقنا لبعض المعالم الهندسية والمعمارية بمدينة تطوان العتيقة وركزنا على أهميتها وعلى التأثير الأندلسي. مثلا هناك السكان من أصل أندلسي، عدد من العائلات التي تحمل أسماء أندلسية كالطريس والبولو وراغون ومدينة. ثم الهندسة المعمارية للمنزل التطواني وبعض المآثر التاريخية العسكرية والمدنية كالأبراج والأبواب والأسوار، ولكن خصوصا المنازل الخاصة التطوانية. إذن اتفقنا أن هذه المنازل مهمة نظرا لعددها الكبير، نظرا لانفرادها من عدة نواحي، المستوى التصميم على مستوى الزخرفة، وهناك تدخل موضوع الصناعة التقليدية. إذن متفقين أيضا أن الحفاظ عليها ضروري ومؤكد. كاين ثلاثة المواقف أصحاب هذه المنازل الآيلة للسقوط، هذا هو المشكل الخطير في تطوان وفي جميع المدن المغربية، وما زلنا نبحث عن الحلول المناسبة النهائية. فهناك مواقف يمكن أن ننظر إلى هذا المشكل من خلال مواقف كلها في الصواب، ولكن المشكل هو يعني الجمع بين هذه المواقف لإيجاد حل يرضي الجميع. فكان مثلا الموقف الرسمي، يعني يقول لك احنا عندنا واحد العدد المشاريع لترميم المدن العتيقة، وعندنا ضمن ذلك كنعطيو أهمية المنازل الأهل السقوط نظرا لما تشكل من أخطار على السكان. كان البرامج في جميع المدن، في فاس، في تطوان، في الرباط، في مراكش، ولكن المشكل يعني كبير جدا وكان يحتاج إلى معالجة مستمرة، ولكن بقت كتراكم المشاكل والآن يعني تعقد. كان الموقف السكان، يعني السكان مثلا المحليين هو يقول لك يجب إنقاذ الأرواح قبل كل شيء. إذن هما في الحقيقة التدخل ينحصر على مستوى الدعم للمنزل، ولكن المجتمع المدني يقول بأن يجب إنقاذ الأرواح وكذلك إنقاذ التراث الثقافي لهذه المنازل الخاصة التي أصبحت آيلة للسقوط. كاين موقف ثالث، لأن إن لم ننقد هذا فستندثر هذه المعالم التاريخية إلى الأبد،
وهذا يعني يشفونا. الموقف الثالث هو للسكان، يعني السكان الأغلبية السكان هما وضعية ديالهم يعني هما من بين الفقراء، فهما عندهم واحد الفكرة في رأسهم أن الدولة ستساعد على إنقاذ، يقول لك واش ما يمكنش شي جهة دعم لي المنزل ديالي. سنبدأ بالمشروع الرسمي، المشروع الملكي لإنقاذ المنازل إلى السقوط، الذي انطلق في تتوان بالنسبة لتتوان 2011-2014. ثم مشروع ثاني ملكي انطلق سنة 2019، دشينا سنة 18 إلى 23. فالميزانية ضخمة لا بالنسبة للأول ولا بالنسبة للثاني. بالنسبة للأول المشكل أن هذه الميزانية لم يصرف منها إلا نسبة قليلة ونسبة كبيرة، إذا كانت الميزانية ولكن التدبير ما استطاعش باش يشرف هادشي هذا. خلال السنتين الأخيرة 2019 إلى 2021 تم الترميم في تتوان 150 منزل، من هذا مهم جدا، احنا رممنا 150 منزل دعمنا مزيان ممتاز، وزادوا في كل منزل بدل 60,000 درهم 80,000 درهم، ولكن هذه ماشي كافية لإنقاذ الملامح التراثية. ثم كان القانون 1816 اللي كيعرقل في الحقيقة الترميم يعني السليم ده المآثر التاريخية، لأن كيعطي الحق للدولة تتدخل في المعالم الأثرية بالهدم وإعادة البناء ثم الترميم ثم التجديد. إذا تكلمنا على التجديد واحد المعلمة راه ما بقتش معلمة تاريخية، إذا كان الهدم وإعادة البناء ما كيبقاش عندها نفس القيمة التاريخية. انتهت هذه الحلقة، وموعدنا مع الحلقة المقبلة إن شاء الله. الأندلس حتى لا ننسى، ملامح من التاريخ المشترك بين المغرب والأندلس، مع الدكتور محمد بن عبود، تنسيق فاطمة حسن، تسجيل وتوضيب محمد الغربي.